هما شافونا كيفاش دزنا حنا ما شفناهم يعني ديجا عندهم واحد لافونتاج بشرى الكحل رئيسة عصبة جهاز فاس للكاراتيه وأساليب مشتركة هذا اليوم حضورنا في البطولة الوطنية المدرسية لفنون الحرب. الحمد لله هذا عرس رياضي بامتياز كالعادة، وفي هذه الأمسية كان قرعة لأبطال المشاركين في رياضة الكاراتيه. التنظيم محكم وفي أجواء جد رياضية وأمسية جيدة، وشكرا جزيلا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الاستاذ زوين حميد مدير تقني جهوي للكاراتيه المدرسي واستاذ التربيه البدنيه كاتب عام عصبه الشمال. حضرت اليوم القرعه ما قبل المباريات ديال الكاتا غدا صباحا بالقاعه عين امير. الاقصائيات ابتداء من الساعه الواحده صباحا. القرعه مرت في جو ممتاز وطريقة موضوعية. البطولة غدا إن شاء الله ستنطلق الإحصائيات على الساعة الواحدة بالنسبة للإناث وثم الذكور. عدد المشاركين 22 ذكور و 18 إناث. تم تقسيمهم إلى مجموعتين لنخلص إلى ترتيب النهائي في المساء إلى الرتب الثالثة على أن يحتفظ بالمباريات النهائية ذكور وإناث مساء في الحفل النهائي للبطولة مع تقديم عروض في رياضة الكاراتيه من في فرق عرض في الكاتا فرق من إنجاز تلاميذ مؤسسات التعليمية المنتمية إلى أكاديمية جهة فاس مكناس. بسم الله الرحمن الرحيم. يوسف بن علي المشرف على رياضة التايكواندو في هذه البطولة.
يعني تأتي هذه البطولة المدرسية في إطار البرنامج الوطني مسطر من طرف الجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية، وتأتي هذه البطولة كذلك انطلاقا من الإقصائيات التي تمت سواء بالمديريات الإقليمية أو المديريات أو الأكاديميات الجهوية، حيث تم تأهيل مجموعة من التلاميذ تقريبا 2 إناث و2 ذكور من كل جهة، يعني يمثلون في هذه البطولة 12 جهة من ربع المملكة. وسيتم وتكلم هنا على رياضة التايكوندو، سيتم إجراء رياضة التايكوندو غدا إن شاء الله طيلة اليوم يعني قبل المغرب، وابتداء من الساعة 11 صباحا بقاعة عين عمير بمدينة فاس، وفي الأخير سيتم تأهيل مجموعة من الأبطال إلى النهاية التي ستتم بقاعة 11 يناير ابتداء من 10 ليلا. يمكنني الإشادة ببرامج التي سطرتها الجامعة الملكية المغربية للتايكوندو في إطار هذه السنة، وخاصة للرقي بالرياضة المدرسية، وقد رأينا مجموعة من الرياضات المزاولة التي يمارسها التلاميذ والتلميذات، وقد تم تنظيمها كل على في منطقة معينة وفي جهة معينة. إذا تأتي هذه دور جهة فاس مكناس لتنظيم هذه التظاهرة في رياضة التايكوندو والكوانسودو وكذلك الوشو والكاراتي. إذن نتمنى التوفيق والنجاح لهذه الأبطال المشاركين في هذه البطولة، وهنا أتكلم عن صنف البومسيك في رياضة التايكوندو وليس المباراة، وشكرا لكم على هذه التغطية.